تتبنى مملكة البحرين استراتيجية شاملة لمفهوم حقوق الإنسان تركز على كفالة وضمان الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للإنسان البحريني، ومنها حق الإنسان في بيئة سليمة وآمنة وصحية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من التمتع الكامل بحقوق الإنسان. وقد جاء دستور مملكة البحرين ليرسخ هذا الحق ويضفي عليه الحماية الدستورية. وقد نشر معهد البحرين للتنمية السياسية كتابا تناول في 3 فصول الحماية الدستورية لحق الإنسان في بيئة سليمة.